كشف الديوان الوطني للإحصائيات مؤشرات الأسعار خلال شهر فبراير الماضي، كما أشار إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية استمرت بالارتفاع للشهر الثالث على التوالي. وفي تفاصيل النشرية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، قال أن أسعار المواد الفلاحية ارتفعت بنسبة 3.2% خلال شهر فبراير، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2% خلال نفس الفترة. أما أسعار لحوم الدواجن ارتفعت بأكثر من 19% والخضر ب 8.2%، في حين تم تسجيل انخفاض في أسعار البطاطا والبيض ب 6.7 و 7.2% على التوالي.